السنه دي الحمد لله فريق جازجة عمدان النور بتشارك في مهرجان القلعه اللي بتنظمه الاوبرا كل سنه، وده مهرجان بيخدم قطاع كبير من الناس اللي ما بيقدرش يقطع تذاكر الحفلات ويحضر كل الحفلات، فدي حاجه جميله جدا وخدمه اتمنى انها تفضل دايما طول العمر ان شاء الله. انا محمد غانم، حاصل على دكتوراه من كليه التربيه الموسيقيه. النهارده بشارك في المهرجان مع فريق جازجة. المهرجان عمل هايل، بيساعد قطاع كبير من الناس ان هي تستمع لانواع كتيره من المزيكا. نتمنى ان هو يستمر بنفس الجوده ونفس الكفاءه ديت، ونتمنى ان هو يسعد ناس كتير ويساعدهم ان هم يثقفوا نفسهم فنيا وموسيقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يحيى نديم، مطرب وملحن ومؤسس فرقه جازجة عمدان النور. فرقتنا اتاسست سنه 2011، اول حفله لينا كانت على مسرح المكشوف الاوبرا 29/9/2011، ومن ساعتها واحنا مستمرين والحمد لله. دخل ناس في الفرقه وخرج ناس وتوفت ناس، والحمد لله الدنيا مستمره، لان في مشروع احنا يعني بنعده لانتاج مزيكا تكون خاصه بينا احنا. كانت مسيرتنا مع دار الاوبرا مسيره طيبه جدا طول السنين اللي فاتت، والحمد لله كانت سبب من اسباب شهرتنا دار الاوبرا. جينا كان كذا مره نفسنا جدا نخش مهرجان محكى الآلة، على المهرجان الحقيقي حلو، الكوشن حلو جدا جدا جدا، واتمنى ان كل المواقع السياحيه اللي زي اللي تنفع تكون مسرح زي القلعه يتعمل فيها مهرجان زي ده كل سنه في كل محافظه وفي كل مكان في مصر. مصر غنيه جدا يعني، فاتمنى ان ده يحصل، لان الجو بجد حلو جدا. الاوبرا بتختار بعنايه جدا الحقيقه، الحمد لله يعني احنا لما عملنا نجاح الفترة اللي فاتت وخصوصا الحفلة اللي فاتت في المهرجان الصيفي، فكلمونا ان احنا نشارك في المهرجان، فما تأخرناش. طبعا فرق كتيرة ومزيكا حلوة بتتلعب، اتمنى يا رب الدنيا تتطور اكتر من كده ويكون ده مهرجان عالمي مش مجرد مهرجان محلي، لان احنا نقدر نعمل كده. ده مهرجان ينفع يكون مهرجان عالمي، ده شكل مهرجان عالمي، بس لو اهتمينا بيه اكتر من كده شوية بإذن الله.